هالمشنا المرتبة الأولى والنمبر وان تاع هاد السيمانة سهيلة بلشهب أغنيتها ليك ما نوليش ديديكاس كاع الناس اللي راهم يتابعوا فينا عبر لاباج لاباج تاعنا باهية توب 10 2018 اللي في قلبها أغنية نوستالجية قديمة يرسل لنا ونسمعوها له اللي عنده لانيفرسار تاعه ويبغي نديروا له ديديكاس من ستوديو الباهية توب 10 مرحبا به ديديكاس سليمة القواس نقولوا لها بون انيفرسار عقوبة المية سنة عبد القادر بولو غاز محمد من بن عباس قال لك ربي يخلي لي الأم تاعي وربي يخلي كاع الأمهات تاعنا إن شاء الله ويرحم اللي ماتوا وديديكاس كاع الناس اللي راهم يتابعوا فينا عبر لاباج وعبر القناة تاعنا قناتكم المفضلة قناة الباهية تي في نروح نشوفوا ترتيب تاع هذا الأسبوع ترتيب تاع هذه السيمانة ونعاودوا نرجعوا تاع هذا الأسبوع نروحوا الفقرة فنانكم كما وعدناكم كل حلقة نجيبوا لكم فنان وكل حلقة يكون معنا فنان في استوديو باين ولا مشي باين رانا في استوديو باهية توب 10 نتلاقوا بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين رانا ولينا في فقرة فنانكم وراه معنا خونا رضا شاب رضا خويا مرحبا بك في الاستوديو تاعك خويا باهيه طوب 10 الله يسلمك خويا عماد مرحبا بك خويا عنا ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون وشكرا اللي جيتنا خويا لا شكرا على واجب خويا بارك الله فيك شاب رضا خويا جمهور تاعنا توحشوك شنو تقول لهم الله يسلمك ويتوحشهم الخير حنا ثاني توحشناهم ورانا توجور في كيما في الدومين توجور مع الجديد توجور مع مليحه شرا يوجد رضا احكي لنا على الجديد تاعك اللي توجد فيه بون جديد عندي اغنيه نورمالمون كيما حاجه سوسيال تهضر على سيجي تاع السحور خويا سي تي ان سيجي ميرسي بوكو لو كولو راه بيستحروا بوكو لو كولو بعدا باكولو هذه احنا نخدموا الواقع المعاش هذه هي ان شاء الله يا ربي هذه اغنيه سيتياسيون تخدم هكا دي فوا تخدم على حساب ما رانا عايشين مواضيع سيجي تاع السحور تاع الحرقه الاطلاق والله توجور ان شاء الله يا ربي شاب رضا احكي لنا هذه الاغنيه مع شكون اللي راه كاتبها مع من غادي تسجلها احكي لنا شويه الاغنيه ان شاء الله غادي تعمر استوديو 31 ان شاء الله ان شاء الله لاول مره لاول مره استوديو 31 عند سلماني خويا سلماني خونا نحيوه نحيوه بالمناسبه حبيب الوراني هو اللي كاتب الاغنيه كتب كلمات ولي ميزيسيان يتخلوهم مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكون مفاجاه للجمهور ان شاء الله يا ربي تشوفوها ان شاء الله حنا الاولى اللي نفوتوها ان شاء الله في الباهيه توب 10 ان شاء الله وتلقوها في اليوتيوب شاب رضا احكي لنا شاب رضا اسكو راك تخمم دير البوم جديد حاجه 2018 مع العام الجديد بيان سير البوم فيها باسكو انا عندي كل عام عندي بوم تما كل عام عندك البوم تاع تبديا في بوكو لو كولو باواتع عادي ان شاء الله احنا نتمنوا لك النجاح ان شاء الله ونقولوا لك بون كوراج خويا شاب رضا سمعنا حاجه للجمهور مادام رانا قاعدين مقصرين سمعنا حاجه للجمهور تاعنا حاجه تكون شابه اكابيلا شابه اكابيلا انا متاثر بزاف مرحوم حسني مرحوم حسني بيان سير مرحوم حسني هو اسطوره عندي واحد الاستخبار قديم ان شاء الله نسمعوه حسني في لا شونسون تاع يا غرق في غمق المحان نسمعوه الاستخبار تاعها كيما هكا وبكيت
وبكيت شكيت ومليت وسباب بكى يا حمامة شمعة تقدي بلا زيت واللي عشقها يعدرني تلومني في وسط الناس وإلى عينك في اللوم فرسني الفضة الغالية ولا تنحاس ودهوب لي كان وفي عراس قلبي تقطع بلا مواس ما جاب الروح ومكان كاوي للناس ويصبر كي تروح شكرا رضا خويا بارك الله فيك اللي جيتنا شاب رضا شا تقول لي فان تاعنا المشاهدين اللي راهم يشاهدونا عبر قناه الباهيه في حصه باهيه توب 10 شا تقول لنا رضا خويا بون الناس اللي يبغوني واللي يتبعوني واللي راهم انكوراجوني نقول لكم ميرسي بوكو نسلم عليكم بزاف وباسكو كاين ناس ميم اللي ماكوش معروف يعاونوك هما اللي يعاونوني ويا درا رضا كجديد ويا درا صافي بليزير تلقى ناس هكا يعاونوك وكاع حتى الخدمه ما تجيش وحدها الخدمه تكون لك تكون جماعه الا كاع تتعاونوا باش ديروا حاجه شابه لاختيس لازم يخدم ايكيب سي نورمال لازم تكون عندها ايكيب نبروموكم ان شاء الله شباب نقول لكم خوتي نبروموكم ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله يا ربي الله وتاه ان شاء الله ان شاء الله نشرفوا لو راي هذا ان شاء الله يا ربي كما نقول امانه في عناقنا هذه هي ان شاء الله يا ربي اوني ساي كيما نقولوا نديروا صوالح شابين صوالح نقيين صوالح اللي تطبوا في البيبان يدخلوا لي فامي ان شاء الله يا ربي مشكورين على الدعوه الله يحفظك شاب رضا خويا ومرحبا بك في دارك هذا استوديو تاعك باهي توب 10 مرحبا بك اي وقت جيب لنا جديد جيب لنا لي كليب مرحبا بك اعزائي المشاهدين شكرا كنتم في فقره فنانكم وكان معنا شاب رضا ما بقى لي الا نقول لكم تهلوا في رواحكم نتلاقوا الاسبوع الجاي السيمانه الجايه السبت ان شاء الله على 6 تاع العشيه مع فنان واحد اخر نروحوا نشوفوا نوستالجي تاع اليوم نتوما هما سلام الهموم تلمو علينا مازال في الخطر قديم ردو يدير في الفتنة ما بين العرب كاملين فرح مين اتحاقدنا ويشوف فينا متقاتلين ورانا حاصلين من دلع دوا بركانا احنا جورا متناسلين علاش هما فاتونا احنا مازال متاخرين صلوا على نبينا اما نبقاوش متحاسبين
حنا كيما كانوا الاولين حرب العزمه والغبينه قولوا معايا امين توانسة عزاز علينا والمغاربه مزيانين الليبيين خاوتنا هما والسوريين وهما وحدا شحال رانا غالطين بعدنا هما برزقنا طالعين الفايدة الدوهنا وحنا ما ناش فايقين البخاري تزيت منا يطلب رب العالمين إن شاء الله ربي وفقنا ونرجعو كل متاحين هما هما وحنا شحال رانا غلطين الهموم تلموا علينا ما زال في الخطر قديم والعدو يدير في الفتنة ما بين العرم بكاملين وفرح مين تحاقدنا ويشوف فينا متقاتلين